فيه جديد من لا خيرو. بابا جاهز؟ علينا اول خير. بابا انا جاهز، انتوا جاهزين؟ بابا نحن اكيد جاهزين. طيب هلا قبل ما بلش الفيديو بس نحكي كلمتين مشان العالم تعرف ليش نحن ما عم ننزل فيديوهات. تفضل بابا احكي. هلا اول شيء مثل ما بتعرفوا اصدقائي المتابعين، يعني انتوا شايفين الوضع اللي عايشينه جميع العالم، وحسبنا الله ونعم الوكيل هالمرض اللي جاء علينا وهالوباء جاء علينا المرض، فنحن هالسبب مقصرين تنزيل فيديوهات هالفتره ما عم ننزل، وان شاء الله يا رب قريب هيك نرجع ننزل فيديوهات، وان شاء الله يا رب كمان كل واحد يعني مصاب هالمرض الله يشفيه، واللي مات كمان الله يرحمه، وهيك نحن ما لنا غير ندعي ونصلي ونقول يا رب الله هيك يبعد عنا هالمرض يبعد عنا الوباء، والحمد لله على كل شيء. فنحن هلا بس نقول للعالم، نقول بس اهم شيء الدعاء، ندعي لربنا والله يرحم كل واحد مات وكل واحد مريض، الله يشفيه يا رب. يلا يا بابا خلينا ناخذ اول تعليق. تفضل. اول تعليق لك لساره. تفضل. ساره، لو خيروكي تاكلي 5 فلفل حار او تاكلي ليمونه مع ملح؟ بتمنى يطلع تعليقي يا رب العالمين. بحبكم يا زن وساره، معكم رقية من العراق، احبكم يا زن وساره. نحن كمان نحبكم. بابا انا راح اختار اكل ليمونه وملح. قومي جيبي لي هنا والملح. يلا خليكم. هاي الليمونه وهاي الملح راح اكل. بسم الله. حمض حمض. اكلت كله ضلت غير واحدة. بتمنى يطلع تعليقي. يزن، لو خيروك انك تاصل ليمونة على عينك او تنزل على الشارع وتقول انا مجنون؟ بقى رح اختار انزل على الشارع واقول انا مجنون. خليكم معي. كمان إلك سارة من نفس التعليق. سارة، لو خيروكي إنك تضربي يزن 10 كفوف أو تدهني على وشك شوكولاتة وترقصي؟ بابا أنا راح أختار أنا على وشي شوكولاتة وأرقص. يلا قومي دهني. هاي الشوكولاتة راح أدهن. جاهزة؟ إيه. الله يسامح. خاف لا تحول لي عينه. الله حاجة بصي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يزن وسارة. لو خيروك يا يزن أما تاكل شبس حار يا أما تاكل بيضة نية؟ بابا أنا مشتاع الشبس. مشتاع الشبس. أنا رح أختار أكل شبس حار. حار؟ ليه حار؟ والمشكلة يعني؟ هأكل. ماشي رح أكل. خليكم معي. وهذا الشبس الحار طلع على لسانه عم يحترق. لي بس ما احترق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي شي بسيط والله. لا صار حد. تاكلي؟ ما بحب الحاد انا. ايه؟
على عاد عيونك صاروا هيك يطلع منه نار. حد 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 كتير ألا غصيب كتير. كمان لسارة من نفس التعليق، لو خيروك يا سارة يا أما تاكلي 10 بيضات نية أو تاكلي ليمونة، أتمنى يطلع تعليقي. بابا 10 بيضات كتير، خاصة أجزاء أكل ليمونة. ماشي. والله الليمون طيب، هلا جو بارد غير شكل. اي والله طيب. يلا قومي جيبي ليمونة ثانية. هاي راح أكل ليمونة ثانية. أهلين يا زن، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. هاي أول مرة أكتب فيها تعليق. يا زن، لو خيروك تشيل سارة على رقبتك بالشارع أو تروح عند أمك وتقول إلها ماما أعطيني 5 ليرات؟ أنا رح أختار أشيل أختي سارة على رقبتي، بس مو بالشارع، هون بالبيت. ليش؟ طلع الشارع مو مشكلة. خلاص أشيلها هون بالبيت. يلا. طيب يلا في البيت بصير، شيلها هون. وهذا الخيار لألك يا سارة، لو خيروكي تروحي لعند السمان وتقولي عمو عندك فلافل أو تروحي عند أخوك يامن وتقصي خصلة من شعره. تحياتي، اسمي مريم من العراق، أتمنى يطلع تعليقي، بحبكم يا أمر. الله يحفظك أبو يزن، بليز طالع تعليقي أبو يزن بالفيديو الجاي إن شاء الله. وهي طلع تعليقك وتحياتي لأهلنا بالعراق. إيه سارة، شو بتختاري؟ بابا أنا أختار أروح عند يامن قص شوي شعره. تقصي شوي من شعره؟ ايه شوي. حرام، يامن من غير شيء ما عنده شعر اصلا. ايه بقص له شوي شوي. ماشي. طلعوا قصوا شعره. طلع ميمو قصوا شعرك. لوجوي. لوجوي. يا زن، لو خيروك تاكل فلفل حاد او تنزل على الشارع بدون حذاء. بحب قناتكم، استمروا يا مبدعين. بحبكم على راسي. محبتكم على راسنا من فوق. شو بتختار يا استاذ زن؟ بقى رح اختار انزل على الشارع بدون حذاء. حافظ، خليكم معي. يلا. No, 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 no.